ما في عندنا أحسن من الأئمة الطاهرين عرفاء، هم الذين عرف الله عز وجل. كنت في مشهد، فرد واحد راح لي من بعيد، جيت يمه، قال سيدنا أريد كتب عن العرفان والتصوف. قلت ليش؟ قال يقولون أكو كتب جيدة هنا. قلت لي يعني أكو أحسن من الإمام زين العابدين؟ قال طلع له في الليستة أسماء كتب. قلت له في هاي الكتب ما في نهج البلاغة، ولا في هذه الكتب الصحيفة السجادية، ولا في هذه الكتب أدعية النبي وأدعية الإمام علي وأدعية المعصومين. عمي هذه يدعوها، هذه هذا هو العرفان الحقيقي. عرفان تطلع لك تطلع من المجتمع وانت تصير أقرب إلى الله من بقية الناس. من رأى أنه أحسن الناس فهو أسواهم، اللي يشوف نفسه بتقرب إلى الله. لا لا، لازم تكون متواضع وتشوف نفسك واحد من الناس وأقل من الناس. يعني ما عندك عرفان أحسن من عرفان الإمام زين العابدين، وما عندك عرفان أحسن من عرفان الإمام علي. كم من حرب خاضها الإمام علي، كان في البيت قاعد فقط يدعو أذكاره فقط؟ لا، كان عنده عمل في المجتمع، ما كان عنده شغل ويا الفقراء والمساكين، أو كان يهتم بيهم محتاجين ما كان يهتم بيهم.